الاختصاص بالايه؟ بالاختصاص. يعني ايه مبدا الاختصاص بالاختصاص؟ يعني هيئه التحكيم هي اللي بتحدد اختصاصها بناء على الماده كام؟ 22 من قانون التحكيم. ده مش بس كده، ده هي بتقول تفصل هيئه التحكيم في الدفوع المتعلقه بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيه على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع. هيئه التحكيم بتفصل في اختصاصها، بتفصل في ايه؟ في اختصاص. طب هل انا بس لقضاء الدوله؟ خبك في اراء فقهيه بتقول لا، ان قضاء الدوله يبحث مساله ايه؟ مساله بطلان اتفاق التحكيم من عدم في المراحل الاولى، وبعد كده انت بتطعن على الحكم، مفيش مشكله. ولكن القانون كان حاسم في المساله دي، ان هيئه التحكيم هي اللي بتفصل في اختصاصها. يعني ايه بتفصل في اختصاصها؟ يعني هي اللي بتحدد هي مختصة ولا لا، يعني مش جهة تانية هي اللي بتحدد اختصاص هيئة التحكيم بهذه الموضوعات. موضوع اختصاص الهيئة نفسه بتحدده هيئة التحكيم لنفسها، فهي اللي بتفصل وتقول والله هيئة التحكيم مختصة بالموضوع ولا لا. في اتفاق تحكيم هنروح قدام الهيئه، جه الطرف الثاني وقال لك بطلان اتفاق الايه؟ بطلان اتفاق التحكيم او سقوط اتفاق التحكيم. هيئه التحكيم نفسها تعمل ايه؟ تبحث مساله بطلان الاتفاق. طب ايه الضمانه اللي بتديها للطرف الثاني؟ بدي لك ضمانه ان انت لما يصدر الحكم وتيجي تنفذ الحكم ضدك هترفع دعوه اسمها دعوه الايه؟ دعوه البطلان، وتدفع في دعوى البطلان هناك بعدم وجود اتفاق الايه؟ التحكيم او سقوطه. يبقى المساله ديت لما نيجي نلخصها نقول ان المحكمه بتشوف من ظاهر الاوراق وجود اتفاق تحكيم من عدمه، وجدت ان هناك اتفاق تحكيم، تحكم بعدم قبول الايه؟ عدم قبول الدعوه لوجود شرط الايه؟ شرط التحكيم. ونلجا طبعا الفرد الاول، لو ما فيش شرط تحكيم او انت تنازلت عن شرط التحكيم، قضاء الدوله بيستمر في نظر الايه؟ في نظر النزاع، وبتنظر الدعوه كاي دعوه ويصدر فيها حكم، بتاخد الحكم وتروح تنفذه، ما فيش اي مشكله. حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوه، عدم قبول الدعوه لوجود شرط التحكيم. بنروح قدام هيئه الايه؟ هيئه التحكيم. اتفضل. للمحكمة طبقا لنصوص القانون والأحكام القضائية لا تفصل فيه. لا تفصل فيه. علشان ما تضيعش قيمة التحكيم. وعندنا الأحكام اللي صادرة في المادة 22 من محكمة النقض بترسي المادة ده. طيب رحنا بقى للتحكيم. رحنا للتحكيم. أنا اللي بختار. رحنا للتحكيم. إيه اللي بيحصل أول حاجة خالص؟ بنشوف، خلي بالك في تحديد موضوع النزاع بتحدد الموضوع اللي هيتم الفصل فيه عشان ما تواجهش مشاكل هنتكلم فيها دلوقتي. رحت للتحكيم، قدمت طلب التحكيم، اسمه طالب التحكيم، الشخص اللي بيلجأ للتحكيم اول واحد بنسميه ايه؟ طالب الايه؟ طالب التحكيم. قدمت الاتفاق التحكيم اللي موجود والعقد والمستندات بتاعتك، وتم اعلان الطرف الاخر، والطرف الاخر جه وحضر الايه؟ وحضر الجلسات وتمت هنا في حاجه بقى، في مشكله بتواجهك وهي تشكيل هيئه التحكيم. تشكيل هيئه التحكيم، لو انت نيجي عندي مساله تشكيل هيئه التحكيم، انت قدامك حاجه من الاثنين، يا اما التحكيم يكون حر، وزي ما قلنا التحكيم الحر عباره عن ايه؟ عباره ان احنا بنتفق فبنجيب شخص، خلي بالك حتى لو كان شخص، القانون بيقول لك حتى لو كان شخص لا يجيد القراءه والكتابه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك عندنا منازعه مثلا على طماطم وبتاع ومش عارف مين، فانا ممكن احتاج المحكم بتاعي يبقى ايه؟ يبقى راجل تاجر في السوق لا يجيد القراءه والكتابه، عادي مفيش مشاكل.
طيب مشكلة هيئة التحكيم طبعا لو التحكيم حر بنواجه أكبر مشكلة. بنواجه أكبر إيه؟ مشكلة. يعني آخر حاجة كانت جاية عندي في موضوع التحكيم ده فيه شرط والشرط واضح وصريح وكل حاجة، لكن ما حددوش في شرط التحكيم. في شرط التحكيم كانت دعوة بسيطة ب3 مليون يورو يعني، ف ما حددوش في شرط التحكيم يبقى تحكيم حر ولا مؤسسة. فواجهنا مشكلة الإيه؟ مشكلة تشكيل هيئة التحكيم. قلت لهم طب والله انتوا لو عايزيني انا محكم ما لازم الطرف الثاني يحدد ايه؟ محكم، وبعد كده لو اتفقتوا على محكم ثالث هتبدأ هيئة التحكيم عملها، يا اما تتفقوا على تحكيم مؤسسي. يعني روحوا مركز مثلا زي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يفصل لكم في النزاع، والمركز هو اللي بيحدد هيئة الايه؟ هيئة التحكيم. بص بقى يا سيدي، المسألة دي هتاخد لها يجي سنة ولا سنة ونص. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا هحدد محكم من طرفي وهاخطر الطرف الثاني واقعد معاه لحد ما ايه؟ ما يطلع عيني اللي خلفوني علشان يحدد ايه؟ محكم. وبعد كده يجي يختلف معايا على المحكم الايه؟ الثالث، فاروح ارفع دعوه قدام المحكمه طبقا للماده 17 من قانون التحكيم علشان المحكمه تحدد لي المحكم الايه؟ المحكم الثالث. اخد حكم من المحكمه بالمحكم الايه؟ المرجح اللي هو المحكم الايه؟ رقم 3. الموضوع ده هياخد له بتاع ايه؟ بتاع سنه وشويه. عشان كده بقول لك وانت بتحدد موضوع النساء، الناس بتبقى جميله ولذيذه مع بعضها، قاعدين كده وبنشرب شاي ومزاجنا حلو ومش هنختلف وبنعمل عقود بملايين وتوريدات وبتاع، فمش متخيلين ان ممكن يحصل ايه؟ نزاع. او لو حصل نزاع الدنيا هتبقى سهله وسلسه. بعد لما يحصل النزاع تلاقي نفسك مضطر الى ايه؟ مضطر انك تدخل في قصه تشكيل هيئه التحكيم. فبالتالي لو مش هتقدر تكتب كل التفصيلات ديت اعمل ايه؟ خلي شرط التحكيم واضح بان يكون تحكيم مؤسسي. في الحاله دي مثلا لو اصبح مركز التحكيم مركز القاهره للتحكيم التجاري الدولي مثلا هنحيل الى قواعد مركز التحكيم، هو في نصوص اصلا بتحيل القانون المصري مفيش مشاكل، لكن هم هيحلوا لك مشكله الايه؟ مشكله تعيين الايه؟ المحكم. طب هي مشكله ليه؟ اولا في التحكيم الحر عمليا بقى، في التحكيم الحر انا كمحكم ممكن اجي اطمع. يعني لو متفقين مثلا على اتعاب مثلا على سبيل المثال 3000 دولار مثلا او 10000 دولار، جيت انا في نص مراحل التحكيم كده وقلت لا انا عايز 50000 ايه؟ 50000 دولار. طبعا الاطراف هيرفضوا، فبالتالي هيبداوا من اول وجديد فيعينوا ايه؟ محكم تاني. والقصه التحكيم المؤسسي اولا بيحميك من فكره جشع المحكم، او بمعنى اصح الطمع، لان هو عامل الدعاوى مبالغ. والله الدعوى اللي قيمتها مش عارف 1,000,000 جنيه اتعاب المحكم كذا، اللي قيمتها 5,000,000 جنيه اتعاب المحكم كذا. دي نقطه. النقطه الثانيه هي اللي هتراسل المحكم، لان انت المفروض ان انت بتلتزم بالحياديه تماما، لان النهارده قواعد رد المحكم مثلا شكلت هيئه التحكيم، انا عايز ارد المحكم ده، القواعد دي بتختلف شويه عن قانون المرافعات. قانون المرافعات يقول لك من اعتدى مؤاكلته ومشاركته وساكن معاه في نفس البيت، لو كان قريب للدرجه مش عارف الثانيه، لو كان طليقته ولها منه ولد، الاسباب اللي انتوا عارفينها كلها. هناك في التحكيم لا، مش كده. طالما ارتضى الاطراف الحكم خلاص مفيش مشكله، طالما ارتضى الاطراف ان هيئه التحكيم فلان وفلان خلاص مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشكله خالص. يبقى بنواجه مشكله تشكيل هيئه التحكيم. عشان كده بقول لك وانت بتراجع عقد في شرط تحكيم خلي بالك من الجزئيه دي، وانت بتكتب شرط التحكيم او مشرطه التحكيم حدد لي موضوع النزاع كويس، حدد كل المسائل. لو الود يعني الناس واخده الود مع بعضها كويس وخايف ان انت تدخل في مسائل فتفركش البيعه او تضيع صفقه معينه او تضيع مبلغ معين على الشركه او كلام زي كده، حط تحكيم مؤسسي. حط تحكيم ايه؟ مؤسسي، ان احنا نحيل الى مركز التحكيم
مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي وتطبيق قواعد القانون المصري أو تطبيق قانون التحكيم المصري. تخدت بالك؟ يبقى هتحل النزاع اللي هينشأ مؤسسي عن طريق مركز القاهرة مثلا باعتبار من أكبر المراكز الموجودة في مصر وبتطبيق القانون الايه المصري. لما تيجي هيئة التحكيم تطبق الكلام ده هتعمل ايه؟ هتطبق القانون الايه القانون المصري. تختار الاطراف بيختاروا اللي هم عايزين القانون، تشكيل هيئة التحكيم، تغييرها، المسائل، المسار المنازعة، تفسير العقد، تنفيذه، اخلاله. انت ممكن تحدد اختصاص هيئة التحكيم بتفسير بند بس ويبقى القضاء هو المختص بكافة المسائل. ممكن تحدد اختصاص هيئة التحكيم بان هي تنظر ان اتفاق التحكيم باطل او غير ايه او غير باطل، صحيح او غير صحيح، سقط او انتهى او لم يسقط او لم ينتهي فقط لا غير. انت كاطراف، الاطراف في اتفاق التحكيم هم اللي بيحددوا كل المسائل دي. طيب مسائل الاختصاص والدفع بعدم القبول وان انا اروح قدام المحكمة، دي كلها مسائل المشرع تدخل فيها عشان يحلها. حتى المشرع تدخل بتعيين محكم مرجع في حالة عدم اتفاق الاطراف على تعيين محكم ايه؟ محكم ثالث. تشكيل هيئة التحكيم بيكون عدد فردي، يعني واحد او ثلاثة او خمسة او ازيد. محكمة النقض قالت في حكمة مهم جدا ليها، قالت ايه؟ قالت لو الاطراف اتفقوا على ان يكون العدد زوجي مفيش مشكلة. طب لو الاطراف ما كانوش اتفقوا، خلي بالك الاطراف ما كانوش ايه اتفقوا وصدر الحكم من عدد زوجي، يبقى حكم باطل ولا صحيح؟ يبقى حكم باطل. ليه؟ لان الاصل ان يكون العدد ايه؟ العدد فرد. طب لو تم الاتفاق واتفقوا بالفعل خلاص يبقى الحكم ايه؟ الحكم صحيح. رحت قدام هيئة التحكيم عايز ايه؟ يبقى تحكيم حر. تحدد براحتك. ما فيش اي مشاكل خالص. بص التحكيم الحر الاطراف بيقعدوا بيتفقوا مع بعض سواء كان شرط او مشارطه. عايز تكتب شرط التحكيم او مشارطه التحكيم 20 صفحه 30 صفحه براحتك. عايز تتفق على ادق التفصيلات براحتك، ده كل ده لمصلحتك انت، عشان بعد كده يعني في دعوه تحكيميه وصدر فيها حكم تحكيم كانت المسألة كلها يعني عرض علي ان انا اكتب فيها طعن بالنقط فقط لا غير، والطعن اتقبل الحمد لله وتم تشكيل الهيئة وخدوا حكم كمان لمجرد ان شرط التحكيم كان بيقول ايه؟ ان كافة المنازعات التي تنشأ بين الاطراف يتم فضها عن طريق التحكيم، وذلك بتطبيق القانون 27 لسنة 94 قانون التحكيم المصري. كانت المشكلة كلها على ايه؟ ان التحكيم المقصود به هو المسائل المتعلقة بتنفيذ بنود التحكيم وليس بتفسير بنود التحكيم بس. دي كل القضية. رفع قضية قدام المحكمة قال له انا عايز اعين ايه؟ محكم. راحت المحكمة اصدرت حكم بتعيين ايه؟ محكم. راح تم استئناف الحكم رغم ان هو لا يجوز استئناف، ولما صدر حكم الاستئناف الغى حكم اول درجه اللي هو ايه اللي هو بتاع تعيين المحكم. فجولي بقى في النقض، احنا عايزين نكتب نقض علشان المفروض ان المحكمه تعيننا محكم والحكم ده غير قابل للطاعة اصلا. طيب ما هو غير قابل للطعن يعني لا يجوز استئناف. انا كتبت ايه في الطعن؟ كل اللي كتبته ايه؟ اولا عن اخر بغض النظر عن اللغه العربيه والصياغه بشكل، انا ما اتكلمتش في الحته دي خالص. انا كل اللي ركزت عليه هو شرط التحكيم. حكم محكمه الاستئناف بيقول ايه؟ بيقول ان المتفق عليه
في اللجوء للتحكيم هو ايه؟ هو المنازعات المتعلقة بتنفيذ احد بنود الايه؟ العقد. المخرج كان بسيط جدا، بس يعني زي ما اقول لك صعوبتها في سهولتها، هي ما حدش خد باله منها. العقد كان 24 بند، البند التحكيم كان البند رقم 14. حكم المحكمه قالت انه متعلق بتنفيذ بنود الايه؟ بنود العقد. طب ما هو البند 14 احد بنود العقد، واحنا اختلفنا على تنفيذ هذا البند بتفسيره تفسيرا صحيحا. فاللي مختص اصلا بالمنازعه الناشئه عن تفسير شرط التحكيم هي هيئه التحكيم مش القضاء. يعني المنازعه الناشئه عن تفسير البند ده اللي هو بند التحكيم باعتباره احد بنود العقد، فاللفظ جاي عام. ايه هو اللفظ اللي جاي عام؟ اللفظ بيقول المنازعه الناشئه عن اي بند لم يخرج بند التحكيم كاستثناء، فاصبح بند التحكيم زيه زي اي بند. اي منازعه ناشئه عن هذا البند اللي هو بند التحكيم يتم الفصل فيه عن طريق هيئه ايه؟ هيئه التحكيم، لان دي منازعه بالفعل وموجوده. انت بتعمل ايه؟ انت واتقبل النقض ورجع تاني والمحكمه حطت محكم وكملت الهيئه حكمها. يعني الفكره كلها ان كان الاختلاف كله على تفسير الايه؟ على تفسير البند نفسه. تفسيره مين اللي يختص بتفسيره؟ هل قضاء الدولة هو اللي يختص بتفسير بند التحكيم، ولا هيئة التحكيم اللي تختص بتفسيره؟ طبعا من ضمن الدفوع القوية ان التجاء الاطراف لوضع شرط تحكيم في العقد هو التجاء نيتهم لحل النزاع عن طريق الايه؟ عن طريق التحكيم. فمن باب اولى التجاء نيتهم بتفسير بند التحكيم عن طريق هيئه الايه؟ التحكيم، وليس قضاء الايه؟ قضاء الدوله، والا ما وضعوا هذا الشرط اصلا وبعد كده طلبت منهم ان هم يجددوا العقد ويحطوا شرط واضح. فبالتالي انت لما تيجي تحط شرط تحكيم حط التفصيلات اللي انت عايزها، والافضل ان انت تحط التفصيلات. عشان كده المشكله ديت ما حدش بيواجهها في مشارطه التحكيم، لان مشارطه التحكيم بالفعل قد وقع النزاع بين الاطراف والتجاوا الى فضه عن طريق التحكيم وليس قضاء الدوله، فمن باب اولى قد اشترط عليهم المشرع ان يضعوا تفصيلا بتحديد موضوع النزاع. ما هو موضوع النزاع الواجب الفصل فيه؟ الواجب الفصل فيه في مشارطة التحكيم، لأن النزاع وقع بالفعل. أما الجزء الخاص بشرط التحكيم فلم يقع النزاع، فالمشاكل كلها بتيجي إيه؟ بتيجي من عنده. عشان كده المشرع قال لك لو ما حددتش موضوع النزاع في مشارطة التحكيم وقعت باطلة. يعني أنا لما أجي أكتب مشارطة التحكيم لازم أقول النزاع على إيه؟ طيب في شرط التحكيم لم يقع النزاع بعد، المشرع قال لك يكفي ان تكتب ان كل نزاع ينشا بمناسبه العقد او بمناسبه تنفيذه او تفسيره ايا كان. قال لك ده معناه تحديد لموضوع الايه؟ تحديد لموضوع النزاع، لانك هتواجه مشكله بعد كده. محكمه التحكيم التزمت بموضوع النزاع ولا خرجت بره موضوع الايه؟ النزاع، اللي هي المشكله اللي هنتكلم فيها دلوقتي. رحنا لهيئه التحكيم، قدمنا الطلبات، قدمنا الدفوع، قدمنا كل حاجه، ومشيت الجلسات ودفعنا الرسوم وكله تمام، ووصلنا لمرحله الايه؟ الحكم. فاصدرت هيئه التحكيم حكم بالفصل في النزاع لصالح فلان وضد ايه؟ وضد فلان، او بتقاسم الاتعاب، او ايا كان. المهم كان عندها نزاع وفصلت فيه. بأول مسألة اتكلمنا فيها هي اتفاق التحكيم وكيف ينشأ اتفاق التحكيم والمشكلات الخاصة بالدفع بوجود اتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة عشان ما نلخبطش بينها وبين الدفع بالحكم. وصدر حكم التحكيم، خلاص بقى معانا إيه؟ ها؟ بقى معانا حكم تحكيم. وضع حكم التحكيم ده إيه؟ يعني حكم التحكيم ده يتعامل إزاي؟ النهارده أنا لما أجي اخد حكم من قضاء الدولة
أما أجي أخذ حكم من قضاء الدولة حكم أول درجة مش عاجبني بعمل إيه؟ بطعن على الحكم بالإيه؟ بالاستئناف. حكم التحكيم مفيش الكلام ده. حكم التحكيم المشرع المصري قال صراحة يعني أنا جايب لكم النص صراحة مادة 52 لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون اللي هو قانون التحكيم يعني 27 سنة 94 الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. نقطة. يعني إيه؟ يعني حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه؟ لا يقبل الطعن فيه. طب ما المشرع بيقول لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من الطرق المقررة في قانون المرافعات. طب ما هي الطرق المقررة للطعن في قانون المرافعات؟ عندنا في حاجة اسمها طرق عادية وطرق غير عادية. الطرق العادية هي الاستئناف والمعارضة، والمعارضة تكاد تكون غير موجودة في المسائل المدنية لأن الأحكام كلها دلوقتي بتعتبر إيه؟ حضورية. والطرق غير العادية هي الطعن بالنقض وإيه؟ والتماس إعادة النظر. بيقول لك حكم التحكيم لما يصدر ما ينفعش تطعن في هذا الحكم لا بطريق عادي ولا بطريق غير ايه؟ يعني أنا ما ينفعش استأنف حكم التحكيم لا. طب ما تيجي نرجع لورا كده سنة صغيرة في قانون المرافعات الجزئية المتعلقة بمبدأ التقاضي على درجتين. طبعا كلنا خدنا مبدأ الايه؟ التقاضي على درجتين. هذا المبدأ متعلق بالنظام الايه؟ بالنظام العام. يعني معنى ذلك ان حكم هيئة التحكيم بيصدر على درجة واحدة؟ بيصدر على درجة ايه؟ واحدة. ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. طب وسيلة تصحيح حكم التحكيم ايه؟ ما هي وسيلة تصحيح حكم التحكيم؟ انا معايا حكم تحكيم دلوقتي وانا شايف ان حكم مكحف، ان حكم مش عادل. قال لك مفيش الكلام ده، طالما ارتضيت اللجوء الى التحكيم يبقى ترتضي حكم الايه؟ حكم التحكيم. طب انا كمشرع اقدر اقدم لك ايه علشان احميك من الاحكام الغير مرضيه؟ قال لك اول حاجه انا لن احاكم تقدير حكم التحكيم. بمعنى ايه؟ النهارده كانت في دعوه راحت قدام التحكيم صدر فيها حكم، حكمت مثلا ب5 مليون دولار للطرف الف، لا يجوز الطعن في هذا الحكم. لما اجي انفذ الحكم مش هقدر امس الحكم ده من ناحيه التقدير. يعني من ناحيه التقدير يعني ما ينفعش اقول لك لا 5 مليون كده المفروض يبقوا 4 مليون ماليش انا ايه علاقه. يبقى مساله التقدير ديت انا مش هقدر اتدخل فيها. جاء المشرع وقال لك طب ما هو كده يبقى حكم التحكيم حائز لحجيه الامر المقضي. قال لك حكم التحكيم حائز لحجيه الامر المقضي ومساوي، الصوت يا جماعه لو سمحتوا، ومساوي للحكم القضائي من حيث الحجيه. جت الماده 55 قالت تحوز احكام المحكمين الصادره طبقا لهذا القانون حجيه الامر المقضي وتكون واجبه النفاذ بمراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. طب انت هتحميني ازاي؟ قال لك احميك عن طريق حاجه اسمها دعوى البطلان. عن طريق حاجه اسمها ايه؟ دعوى البطلان. طب ايه هي دعوى البطلان؟ الحكم القضائي وسيلة تصحيحه تكون عن طريق الطعن فيه، ومعاك درجات الطعن بتمشي فيها لحد ما توصل للطعن بالايه؟ بالنقض. طبعا الطعن بالنقض لا يعيد تقدير الايه؟ الموضوع ده بيشوف الايه؟ بيشوف هي مسألة ايه؟ مسألة قانون وليست
محكمة قانون ليست محكمة ايه؟ واقع. هي بتبص مدى تطبيق صحة القانون. قال لك احنا هنعمل لك في التحكيم نفس المسألة. هتعملي نفس المسألة ازاي؟ هعمل لك حاجة اسمها دعوة الايه؟ دعوة البطلان. ترفعها ضد حكم التحكيم في خلال 90 يوم من تاريخ صدور. في خلال كام؟ 90 يوم من تاريخ صدور. تمام. صدر حكم التحكيم، بترفع دعوة بإيه؟ ببطلان حكم التحكيم. خلي بالك الكلام ده مهم جدا. أنا سمعت أنت جوه الجريت على الجماعة. مهم جدا، خلي بالك. مهم قوي. قول لي كده المواعيد. المواعيد 90 يوم بالنسبة لدعوة البطلان. طب أنت هترفع دعوة البطلان إزاي؟ في بس نقطة صغيرة كده. لما بتاخد الحكم القضائي وبيكون قابل للتنفيذ الجبري، أو حكم نهائي، حكم إيه؟ نهائي. أنت لما بتاخد حكم مستعجل ده بيبقى إيه؟ قابل للتنفيذ الجبري، بتروح تنفذه. أو حكم نهائي، أو حكم نهائي، بتروح تنفذ الحكم النهائي. بتروح تاخد إيه من عشان تنفذه؟ تاخد حاجة اسمها صيغة إيه؟ تنفيذية. تاخد حاجة اسمها صيغة تنفيذية. عشان نربط المسائل اللي اتكلمنا فيها في الاول مع المسائل دي. حكم التحكيم بترفع دعوة ايه؟ دعوة ببطلان. طب انا عشان انفذ حكم التحكيم لازم تستنى دعوة البطلان لما تخلص. موعدها هتخلص موعدها 90 يوم، بعد كده تروح تاخد ايه؟ تاخد امر تنفيذ، وبعد امر التنفيذ تاخد صيغة تنفيذية. هنتكلم في امر التنفيذ دلوقتي، لكن خلينا في دعوة البطلان. شوف بقى دعوى البطلان بتتكلم عن ايه. قال لك المادة 53: لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتية. احنا هنتكلم بس في اول حالة. اول حالة بتقول ايه؟ اذ لم يوجد اتفاق التحكيم، او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. فاكرين لما قلنا ان انت لما بتروح المحكمة الطرف الثاني بيدفع بعدم قبول الدعوة لوجود شرط التحكيم؟ فقلنا المحكمة هنا لا تتطرق إلى الإيه؟ لا يجب أن تتطرق إلى إيه؟ إلى شرط التحكيم نفسه وبطلانه وسقوطه. طب أنا أحفظ حقك إزاي؟ قال لك تعال لي في دعوة الإيه؟ في دعوة البطلان. محكمة هيئة التحكيم هتفصل في اختصاصها، هتفصل في اختصاصها بايه؟ بان اتفاق التحكيم صحيح او غير صحيح. طب انا عايز رقابه من قضاء الدوله على اتفاق التحكيم عشان ما الدنيا ما تبقاش سداح مداح. قال لك في دعوى البطلان بتدفع ببطلان اتفاق الايه؟ اتفاق التحكيم او سقوطه، او بتقول ان اتفاق التحكيم كان قابلا للايه؟ للابطال. وخلي بالك لو اتحكم بان اتفاق التحكيم باطل او قابلا للابطال خلاص ما بقاش عندي ايه؟ حكم ايه؟ حكم تحكيم. طب في مساله قبل مساله البطلان. الاطراف اتفقوا على اللجوء الى التحكيم، وصدر حكم من هيئه التحكيم، وخدت الحكم عشان تروح تنفذه. خلي بالك المسألة دي لم يحسمها المشرع المصري، ومسألة دقيقة جدا وفي منتهى الخطورة. اللي هي ايه؟ صدر الحكم. خلي بالك صدر الايه؟ الحكم. هل يجوز للأطراف الاتفاق على التنازل عن الحكم؟ هل يجوز للأطراف أن يتفقوا عن التنازل عن الحكم وإعادة التحكيم مرة أخرى؟ ها أنا عايز حد يجاوب على السؤال ده. اتفضل. برافو عليك. يبقى هم يجوز لهم التنازل عن الحكم الإيه؟ عن حكم التحكيم. نتطرق لحتة صغيرة. بعد إذن معالي النقيب، الحتة دي إن إحنا مختلفين فيها مع بعض يعني المرة اللي فاتت. صدر حكم من محكمة من القضاء العادي من أمام المحاكم، هل يجوز التنازل عن الحكم؟ ها؟
هل يجوز التنازل عن الحكم القضائي؟ لا. ها المادة قانون مرافعات واضح في المسألة دي. خلي بالك هو يجوز التنازل عن الحكم القضائي. المادة 116 اللي حتة اللي هنقولها التانية دي. خلي بالك انا بس واخدها واحدة واحدة. هل يجوز التنازل عن حكم التحكيم؟ يجوز. الاتفاق على التنازل عن حكم. هل يجوز التنازل عن الحكم القضائي؟ يجوز. ده قانون مرافعات واضح وصريح فيه. طيب المسألة اللي صدر فيها حكم قضائي هل يجوز أن نعيدها إلى القضاء مرة أخرى ليحكم فيها؟ برافو عليك. لا. يبقى لا إيه؟ لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لأن المشرع قال لك التنازل عن الحكم القضائي هو بمثابة التنازل عن الحق. يبقى أنت بتتنازل عن الحكم وبتتنازل عن إيه؟ عن حقك. اتحكم لك بالتعويض ب10,000 جنيه. والله أنا اتنازلت عن الحكم فتنازلت عن الإيه؟ عن الحق المحكوم به. ولا يجوز لك مرة أخرى رفع دعوى بنفس الإيه؟ بنفس الموضوع وبنفس الإيه؟ وبنفس الحق. ليه؟ لأن حكم القضائي حائز لقوة الأمر الإيه؟ المقضي، بيحوز الحجية، وحجية الحكم القضائي تتعلق بالنظام الإيه؟ بالنظام العام. أنت خدت فرصتك مرة واحدة أمام القضاء والقضاء حكم لك وانت تنازلت عن الحكم، فبالتالي التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق. مادة 116 واضحة في قانون الايه؟ في قانون مرافعات. طيب المشرع بيعامل حكم التحكيم معاملة الحكم القضائي باستثناء امر التنفيذ، وبيديله نفس الحجية وبيديله نفس القوة في التنفيذ. وصلنا لمرحلة ان صدر حكم من هيئه التحكيم. احنا خلاص حسمنا مساله الايه؟ مساله الحكم القضائي في النزول عنه والنزول عن الحق وعدم جواز ايه؟ جواز اثاره الموضوع مره اخرى، لانك هتصطدم بايه؟ بسبق الفصل في الدعوه. ده مبدا خلاص متعلق بالنظام العام. حكم التحكيم على حسابنا الخاص، واخترنا هيئه التحكيم ورحنا وقعدنا وعملنا الجلسات ودفعنا المصاريف الرسوم وكل حاجه، وصدر الحكم مش عاجبنا. الحكم ايه؟ مش عاجبنا. هل يجوز التنازل عنه؟ يجوز التنازل عنه. طب هل يجوز ابرام اتفاق تحكيم بنفس الموضوع مرة اخرى؟ قال لك يجوز انك تبرم اتفاق تحكيم وتعمل ايه؟ وتعمل تحكيم ايه؟ تحكيم جديد. معنى بدفع من جيبي، انا بجيب الهيئة بتاع التحكيم وبدفع لها الاتعاب وبدفع الرسوم وبدفع كل حاجة والحكم مش عاجبني. بس خلي بالك لابد ان يتفق الايه؟ الاطراف. لابد ان يتفق الايه؟ الاطراف. لو واحد بس قال لك انا متنازل والتاني قال لك لا ياخد حكمه ويروح ايه؟ ويروح ينفذه. طب هل معنى ذلك ان حجية حكم التحكيم متعلقة بالنظام العام ولا غير متعلقة بالنظام العام؟ يعني هل تعامل معاملة الحكم القضائي من حيث سبق الفصل في الدعوة؟ يعني بمعنى هل تيجي قدام قضاء الدولة وتدفع بسبق الفصل في الدعوة لو اتفق الأطراف؟ من الناحية القانونية لا، غير متعلقة بالنظام الايه؟ العام. لأنه يجوز الاتفاق على ايه؟ على مخالفتها. بس لابد من الايه؟ من الاتفاق. لابد من الايه؟ من الاتفاق. يعني لو طرف واحد تنازل عن الحكم او عايز يبرم اتفاق تحكيم جديد، الطرف الثاني من حقه يوافق او ايه؟ او يرفض. لو رفض ودفع امام قضاء الدوله يجب ان ياخذ قضاء الدوله بايه؟ بهذا الدفع. ليه؟ لأن زي ما اتفاق التحكيم بيقوم بإرادة الطرفين يجب أن يتم التنازل عن الحكم بإرادة الطرفين. وخلي بالك في قدام المحكمة الدستورية العليا لما حصل تنازل ما بين تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، حكم تحكيم وحكم قضاء وحكم صادر من قضاء الدولة، بحثت الحكمين وجعلت الأولوية لحكم التحكيم لأنه صادر
قبل الحكم الايه؟ قبل الحكم القضائي. فحاز الحجية قبل ايه؟ قبل ان يكون هناك حكم قضائي حائز لحجية الامر الايه؟ المقضي. فبالتالي حكم التحكيم لم يصدر بخلاف حكم سابق حائز لقوة الامر الايه؟ لقوة الامر المقضي. هي المشكلة فين بقى؟ المسألة دي مشكلتها فين؟ مشكلتها ان قضاء الدولة يتعرض لصحة او بطلان او سقوط اتفاق التحكيم من عدمه، لانه لو هيديني حكم هصطدم انا بسبط الفصل في الايه؟ في الدعوة، في مسألة الايه؟ في مسألة بطلان اتفاق التحكيم من عدمه. عشان كده المشرع قال لك في المادة 13 انت بتحكم بعدم القبول. طب تعالى لي بقى في دعوة الايه؟ في دعوة البطلان. هنا يجي بقى رقابة قضاء الايه؟ الدولة على التحكيم. رقابة قضاء الدولة على الايه؟ على التحكيم. تيجي المحكمة تبحث اتفاق الايه؟ التحكيم. لو وجدت ان اتفاق التحكيم باطل او قابلا للابطال او انتهت مدته صدور الحكم بعد ايه؟ بعد المدة المحددة للتحكيم، تحكم ببطلان الايه؟ ها؟ ببطلان حكم الايه؟ حكم التحكيم. يعني معنى ذلك ان دعوى البطلان دعوى مبتدأة ترفع ضد حكم التحكيم وليس طاعة، ليس درجة ايه؟ درجة تانية. اسبابها محددة على سبيل الحصر في قانون التحكيم الايه؟ التحكيم المصري. وصلنا لمرحلة ان مفيش سبب يؤدي الى بطلان الايه؟ بطلان حكم التحكيم. طبعا الاسباب التانية متعلقة بفق، لو كان احد الاطراف الابرم الاتفاق فقد الاهلية او ناقصها، اذ لم يعلن اعلان صحيح، لو هيئة التحكيم استبعدت القانون المتفق عليه والمتفق على تطبيقه على النزاع، لو تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون او لاتفاق الاطراف. يعني الاطراف اتفقوا مثلا على 3 محكمين، جينا صدر الحكم من محكم واحد فبيصبح الحكم ايه؟ باطل. لو احد الاطراف كان فاقد الاهلية او كان ناقص الاهلية وتم ابرام اتفاق التحكيم فبيكون باطل. كل الاسباب دي بتؤدي الى بطلان حكم الايه؟ حكم التحكيم. مسألة انا هقول لحضرتك ازاي، انا هقول لحضرتك ازاي، ما انا لا 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 انا هقول لحضرتك ازاي. حضرتك النهارده رحت رفعت دعوه، اولا هي مساله الاختصاص من المسائل الصعبه جدا والمعقده حتى على المتخصصين. انت رحت المحكمه، رحت الايه؟ المحكمه، ابسط قواعد قانون رفعها، رحت القضاء العادي ورفعت ايه؟ ورفعت دعوه. ثواني بس، انا عايزك بالك من تحت والله. رحت القضاء العادي ورفعت دعوة، رفعت ايه؟ دعوة. والطرف الثاني راح القضاء الاداري ورفع ايه؟ ورفع دعوة. القضاء الاداري اداله حكم والقضاء العادي ادالك ايه؟ ادالك حكم. انا بكلمك في تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في المسألة العادية خالص. بقى أنت معاك حكم قضائي نهائي والتاني معاه نفس حكم قضائي نهائي، ده من جهة القضاء الإداري وده من جهة القضاء العادي. بنحل النزاع ده إزاي؟ أنت بتروح تنفذ الحكم بتاعك وهو بيروح ينفذ الحكم، فعندي حكمين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين. ثواني بس، ثواني، صبرة، إن الله مع الصابرين. بيحل لك المشكلة دي ايه؟ المحكمة الدستورية العليا. يبقى مين اللي بيحل لك الوضع؟ المحكمة الدستورية العليا. بتقول لك انفذ الحكم ده ولا الحكم ده؟ اللي بيحصل ان المحكمة الدستورية بتوقف تنفيذ الحكمين لحد ما تبحث وتشوف ايهما ينفذ. يعني بتبحث الجهة المختصة، هل كانت القضاء الاداري ولا القضاء العادي؟ في التحكيم نفس الموضوع. التحكيم نفس الموضوع. ثواني، رحت لهيئة التحكيم ومشيت في الإجراءات وخدت حكم نهائي، خاصة لو كان تحكيم متعدد الأطراف. الطرف الثاني راح لقضاء الدولة، قضاء الدولة نظر الايه؟ نظر الدعوة وأصدر حكم نهائي. بقى عندي حكم تحكيم عايز يتنفذ وحكم ايه؟ وحكم قضاء عايز يتنفذ. المسألة دي
السنهوري العلامة السنهوري حسمها أصلا، يعني قال فيه رأيه، قال فيها رأيه من الخمسينات. فراحوا الحكمين، كانت أيامها اسمها قبل إنشاء محكمة الدستورية العليا كانت اسمها المحكمة العليا، راحت قدام المحكمة العليا بحثت الاختصاص هل كان هناك اتفاق تحكيم ولا لا، أوقفت تنفيذ الحكمين، حكم التحكيم والحكم الصادر من قضاء الايه الدولة، باعتبار ان حكم التحكيم بيحوز الحجية. وبعد ان بحثت الاختصاص وجدت ان اتفاق التحكيم كان سليما وان المختص بهذه الدعوة كانت هيئة التحكيم، فأبطلت حكم اللي صادر من قضاء الدولة وامرت بتنفيذ حكم ايه حكم التحكيم. المسألة يا سيدي الفاضل ان انت لما تروح المحكمة وتدفع بعدم الاختصاص قدام المحكمة، المحكمة هتقول لك ايه؟ انت رحت دفعت بعدم الاختصاص، المحكمة قالت لك انا مختصة وفصلت، انت بتستأنف الحكم بتقول ان المحكمة غير ايه؟ غير مختصة. ما هي نفس المسألة، انت رحت قدام هيئة التحكيم فصلت في مسألة اتفاق التحكيم وقالت لك انا ايه؟ الاتفاق التحكيم سليم، وهتفصل في النزاع، ومشيت في الموضوع وأصدرت حكمها. الطرف الثاني راح قدام قضاء الدولة وقضاء الدولة قال لك لا أنا المختص. إذ كان المسألة بتحصل ما بين القضاء العادي والقضاء الإداري، فما بالك ما بين هيئة التحكيم وما بين قضاء الدولة. هذه المسألة ليست مسألة جديدة، بل مسألة فصلت فيها المحكمة العليا من أكثر من 60 عام و70 عام. فده وارد طبيعي. أنا النهاردة أنا القاضي عندما يخطئ في التقدير أو في الدفع أو في التكييف، مين اللي بيراقب لي كل ده؟ مش محكمة النقض؟ هو أنت بتروح لمحكمة النقض ليه؟ هي أسباب محددة على سبيل الحصر. الخطأ في أول حاجة كده بتقول إيه؟ الخطأ في تطبيق القانون. هذا القاضي بشر وأخطأ في تطبيق القانون. ده أحياناً المحامي القضاء الواقف بيصحح للقضاء لما يبقى فيه تعاون كده. يقول للقاضي ده التكييف ده كذا والتكييف ده كذا. التعاون بقى وعدم التعاري وعدم التكابر هو اللي بيخلي القضاة تستجيب. واحيانا القاضي يصحح للمحامي يقول له لا يا استاذ الموضوع ده كذا. في النهايه احنا عايزين نصل الى التطبيق السليم للقانون. امال محكمه النقض موجوده ليه؟ المحكمه الدستوريه العليا موجوده ليه؟ هي بقى مساله المحكمه الدستوريه العليا في ايه؟ في انها لما اقرت ان هناك تنازع في التنفيذ بين حكمين احدهما حكم تحكيم، اقرت بصوره غير مباشره لحكم التحكيم من البدايه بانه حكم مساوي للحكم القضائي بدليل انه ينازعه في التنفيذ. هي دي المساله المهمه اللي المحكمه العليا اقرتها، فبالتالي جت بعد كده بعد انشاء المحكمه الدستوريه العليا واقرت ذلك. ولكن حتى لا يكون التحكيم بعيدا عن رقابة القضاء وضعت ما يسمى بدعوى البطلان. وهناك بعض القوانين تقر الطعن في حكم التحكيم زي القانون الانجليزي والقانون الفرنسي، مفيش اي مشكلة خالص. لكن احنا عندنا في مصر مفيش طريق للطعن على التحكيم الا دعوى البطلان، حتى تراقب المحكمة مدى صحة اتفاق التحكيم واجراءاته والاعلان وغير ذلك، وحضور الخصومة وحق الدفاع. الحق الدفاع حق جوهري. مش بس كده بقى، لا ده جت بعد كده وقالت لك لو انت جايب لي حكم تحكيم وعايز تنفذه او لو حتى حكم اجنبي لازم يخضع لما يسمى ايه؟ امر التنفيذ. ايه هو امر التنفيذ؟ النص واضح في المادة 58 بتقول لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم. طب حكم التحكيم هنا لم يحدد هل هو حكم داخلي حكم وطني ولا حكم اجنبي. يعني معنى ذلك ان انت لو معاك حكم اجنبي وجاي تنفذه لابد ان تخضع لهذا الايه؟ لهذه القواعد. ايه القواعد؟ اول حاجه لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم الا بعد التحقق من الاتي: واحد، انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصريه. الحته اللي انت كنت عايزها هي. يعني انا معايا حكم تحكيم ورايح ايه انفذه، اول حاجه لا يتعارض مع حكم سبق وان صدر من المحاكم المصريه في موضوع الايه في موضوع النزاع. الاشكاليه فين؟
الإشكالية لو هو راح رفع دعوة قدام المحاكم المصرية والمحاكم المصرية حكمت فيه ووصلت إلى مرحلة نهائية الحكم، وانت جاي لي من بره عايز تنفذ حكم في نفس النزاع، وركز في كلمة نفس الايه؟ نفس النزاع. هقول لك ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأن المحاكم المصرية كانت هي المختصة بنظر هذا النزاع وأصدرت فيه حكم وأصبح حائز لقوة الأمر المقضي، فبالتالي انت جاي تنفذ حكم بخلاف حكم سابق. مش هنفذ لك حكمين ايه؟ متناقضين، ما ينفعش. يبقى الحالة الأولى كنت بروح للمحكمة الدستورية العليا، الحالة الثانية برائب المحاكم المصرية مختصة ولا لا؟ يعني حكم التحكيم في الأول بيمر بالدفع باتفاق التحكيم، بعد كده بيمر بإجراءات سليمة وصحيحة ومنتجة لأثرها، بعد كده يجي لي الدعوة البطلاء أراجع فيها اتفاق التحكيم تاني والأهلية ومدى التزام هيئة التحكيم بما اتفق عليه الأطراف من تشكيل الهيئة والقانون الواجب التطبيق وغير ذلك من المسائل، وبعد كده يجيني في أمر الإيه؟ في أمر التنفيذ عشان أراجع من تلقاء نفسي مدى اختصاص المحاكم المصرية بهذا الإيه؟ بهذا النزاع. لو لقيت عندي إن المحاكم المصرية صدر منها حكم، خلي بالك مش مجرد إنها مختصة، صدر منها إيه؟ حكم في هذا النزاع، بقول لك لا مش هديك أمر إيه؟ مش هديك أمر تنفيذ. ألا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية كلها. وطبعا اتكلمنا في مسألة النظام العام وقلنا وانت بتحدد موضوع النزاع في شرط التحكيم او في مشرطة التحكيم لابد ان تنتبه جيدا الى ان موضوع النزاع لا يتعلق بالنظام العام. على سبيل المثال مسائل الاحوال الشخصية ومسائل التجريم والعقاب وخلافها، لانك لو خدت حكم وجيت تنفذه عندي في مصر هقول لك والله ده مخالف للنظام الايه؟ للنظام العام، لجمهورية مصر العربية. يعني ايه لجمهورية مصر العربية؟ يعني مجموعة القيم العليا بقى اللي بتحكم. طب مين اللي يحدد لي مفهوم النظام العام؟ انا ما اكذبش عليه، احنا بنجتهد في تحديد مفهوم النظام العام، ولكن في النهاية اللي بيحدده هو القضاء. لما ترجع للمحكمة الدستورية العليا هتلاقيها بتعرف النظام العام بتعريف واسع. مجموعة المسل العليا اللي بتحمي المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فهو مفهوم واسع. في النهاية لما يبقى عندي حكم تحكيم وجاي عشان يتنفذ هيخضع لرقابة القضاء لتبحث مسألة النظام الايه؟ النظام العام من عدمه. المسألة الثالثة أن يكون قد تم إعلان الطرف الآخر إعلانا صحيح. يعني لازم الطرف الثاني يكون ايه؟ أعلن بأن هناك تحكيم. طب افرض لم يعلن إعلان صحيح ولم يحضر أي جلسة ولم 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 ولم، مش هتاخد أمر إيه؟ أمر تنفيذ. طيب تصور مسألة هنا. تفضل. بالظبط. اللي هو ايه الاعلان؟ لا الاعلان بيتم كالاتي، انا النهاردة بيني وبينك اتفاق تحكيم، رحت رفعت عليك ايه؟ دعوة قدام هيئة التحكيم وقدمت طلب. انت هتعرف ازاي ان انا رفعت؟ انا اسمي طالب التحكيم، انت المحتكم ضده، فبيتم اعلانك ان انا قدمت طلب تحكيم ضدك في مسألة كذا وبقدم العقد وشرط التحكيم وكل حاجة، انت بتيجي بقى ترد وتقدم طلباتك ودفوعك وخلافك. نعم؟ لا الاعلان اللي هو اللي احنا زي يعني نقدر نشبهه كده زي المطالبة القضائية، واحد رفع على واحد دعوة، التاني هيعرف منين؟ ما لازم يعلنه عشان يجي يحضر. تمام؟ لكن اتفاق التحكيم بيكون سابق، لابد ان يكون صحيحة. يعني وانا بقى انا حضرتك انت عندك شركه وانا مورد، انا بورد لك بضايع، فبقول لك والله لو حصل خلاف بيني وبينك هنروح لمين؟ للتحكيم. حصل الخلاف بعد سنه، بعد سنتين، بعد ثلاثه، رحنا لمين؟ مش رحنا بقى، انا اللي بروح،
انا طالب التحكيم اللي هنا اسمي المدعي، فانا كمدعي بروح لمين؟ بروح للتحكيم، بقدم الطلب لهيئه التحكيم لو كانت شكلت، او بطلب من التحكيم المؤسسي انه يعلنك علشان يشكل هيئه التحكيم، او بخترك انا مباشره لو تحكيم حر عشان يشكل هيئه التحكيم ونفض النزاع، ايا كانت الوسيله. بعد كده بيتم اعلانك بالطلبات بتاعتي، يعني بيتم اعلانك بطلباتي انا، لان انت عندك نفس الخصومه امام القضاء العادي هي الخصومه امام التحكيم، في طلبات وفي دفوع. الطلبات انت بتقدم طلبات موضوعيه ايا كانت الطلبات اللي انت عايزها بقى متعلقه بالنزاع، والدفوع سواء كانت دفوع شكليه او دفوع موضوعيه او دفوع متعلقه بعدم القبول، كافه الاجراءات وضمانات التقاضي المتاحه للخصوم امام قضاء الدوله هي هي المتاحه امام قضاء الايه؟ امام قضاء التحكيم، باستثناء ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك في مساله غير متعلقه بالنظام الايه؟ بالنظام العام. علي صوتك شويه بس يا دكتور. كويس. يعني المحكمة الدستورية أصدرت أحكام مخالفة للدستور؟ كويس تمام، اللي هي بتشوف دستورية القوانين من عدم. اه ماشي. اه. حلو كويس، لأنه حكم بات. حكمين مش دعوتين. اه حكمين نهائيين متناقضين. ما بيخالفش ايه؟ لا ما بيخالفش مواد الدستور. هو يا جماعة هو ايه هو اختصاص المحكمة الدستورية العليا؟ اختصاص المحكمة الدستورية العليا اللي هو الاختصاص العام اللي هو الفصل في دستورية القوانين. طيب هل المحكمة الدستورية العليا لها اختصاص اخر؟ اه. ايه هو الاختصاص ده؟ لما حضرتك تفتح قانون المرافعات وتجيب حاجة اسمها الاختصاص وتيجي تدرس الاختصاص هتلاقي فيه اربع انواع من الاختصاص، على رأسهم ما يسمى بالاختصاص الولائي. ايه هو الاختصاص الولائي؟ او بين قوسين الاختصاص الوظيفي، ان القانون بيحدد لكل جهة القضايا والمسائل التي تختص به. القضاء الاداري بيختص بالاداري، القضاء الجنائي بيختص بالمسائل الجنائيه وما شابه، القضاء المدني اللي هو القضاء العادي بيختص بمسائل العلاقات والافراد وما ايه والعقود وما شابه ذلك. طيب يجي اختصاص المحكمه الدستوريه فين؟ علشان تحل النزاع ده معارف موجوده. هديك مثال بسيط جدا، انا عندي دعوه عايز ارفعها، رحت لمحكمة القضاء الإداري أرفع الدعوة، ردت عليا وقالت لي إيه؟ أنا مش مختصة. خدت الدعوة ومشيت رحت للمحكمة للقضاء العادي أروح أرفع الإيه؟ الدعوة. ردت عليا وقالت لي إيه؟ أنا مش مختصة. طب أروح فين؟ أيوه أنا كل ما أروح محكمة هما جهتين. آه أنا رحت المحكمة محكمة الجهة محكمة القضاء الإداري قالت لي مش مختصة، رحت للقضاء العادي قال انا مش ايه؟ انا مش مختص. ده اسمه تنازع سلبي. تنازع ايه؟ سلبي. كل جهه بتحكم بعدم ايه؟ بعدم اختصاصها. طب انا كمواطن عايز الجا للقضاء الى اي جهه اذهب؟ اروح للمحكمه الايه؟ الدستوريه العليا. والله هنا بقى برفع دعوه. او بقدم طلب للمحكمه الدستوريه العليا. بقول لهم والله انا رفعت دعوه. قدام القضاء العادي قال لي مش مختص، قدام القضاء الاداري قال لي انا مش ايه؟ مش مختص، حددي لي الجهه الايه؟ المختصه. طيب المحكمه الدستوريه العليا بتاخد دعوات اللي احنا بنسميها طلبات، تاخد دعوات وتفصل فيها وتقول لك ان جهه القضاء الاداري مختص. هنا بقى يلتزم القضاء الاداري بالفصل في ايه؟ في الدعوه، الا اصبح منكرا للعداله. أو العكس، بتقول إن محكمة القضاء العادي إيه؟ مختصة، فيلتزم بالإيه؟ بالفصل في الدعوة باعتباره جهة مختصة. ده النوع الأول من التنازع. النوع الثاني اسمه التنازع الإيجابي، اللي إحنا كنا بيوصلنا لمرحلة الحكمين.
رحت للقضاء العادي قال لي انا مختص ونظر الدعوه وايه واصدر حكم. ورحت للقضاء الاداري قال لي انا مختص ونظر الدعوه واصدر ايه واصدر. جيت انفذ الحكمين بقى عندي تنازع. مين اللي يحل لي التنازع ده؟ اروح لمين؟ للمحكمه الدستوريه العليا هتوقف لي تنفيذ الحكمين الى حين تحديد الجهه الايه المختص. والله لو جهه القضاء العادي انتهت لان جهه القضاء العادي هي المختصه سينفذ الحكم الصادر منها. ده 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 دور المحكمه الدستوريه العليا بجانب الفصل في دستوريه الايه في دستوريه القوانين. ان انت النهارده لما يبقى عندك دعوه وترفعها وتصطدم بان هذا النص غير دستوري بتعمل ايه؟ المحكمه بتدفع بعدم الدستوريه. المحكمه بتبحث الموضوع وبتوقف الدعوه لحين الفصل في دستوريه الايه في دستوريه القانون. عايزين نفتح لو نفتح باب الاسئله مفيش مشاكل ولا نكمل ال بعد كده اتفضل. اتفاق التحكيم غير متعلق بالنظام العام. طيب ماشي. متى يحوز التحكيم؟ اولا السؤال يعني محتاج اعادة صياغة. اتفاق التحكيم لا يحوز حجية. ما هي الحجية؟ حجية الامر المقضي بتحوزها الاحكام. فكل حكم صادر من المحاكم يحوز حجية. ولكن ما هو الفرق؟ النهارده لما بيصدر حكم قابل للاستئناف بنقول ان هو حائز لحجيه مؤقته. فبالتالي الحكم اللي صادر بنسميه حكم ابتدائي. حكم ايه؟ ابتدائي. يعني ايه حكم ابتدائي؟ يعني حكم قابل للاستئناف. رحت قدام محكمه الاستئناف وطعنت على الحكم بيصدر حكم من محكمه الايه؟ الاستئناف بنسميه حكم نهائي. بنسميه حكم ايه؟ نهائي. هذا هو الحكم الذي يكون حائزا لحجية وقوة الامر الايه؟ المقضي. يبقى اذا ما يحوز الحجية او حجية الشيء المحكوم فيه هي الاحكام وليست الاتفاقات. رحت مش عاجبني الحكم فطعنت بالنقض. فمحكمة النقض مارست اختصاصها وشافت مدى تطبيق القانون من عدمه واصدرت حكم. بسمي الحكم هنا ايه؟ بسميه حكم بات. يعني ايه حكم بات؟ يعني حكم لا يقبل الطعن فيه باي طريق من طرق الايه؟ الطعن. لكن الحكم النهائي يقبل الطعن بالطرق غير العاديه او الاستثنائيه اللي هو التماس اعاده النظر والطعن بالايه؟ بالنظر. متى يحوز حكم التحكيم؟ متى يحوز حكم التحكيم حجيه الامر المقضي؟ هذه هي الصياغه الصحيحه للسؤال. عندما تصدر هيئة التحكيم حكمها بعد قفل باب المرافعة مداولة تصدر الايه الحكم. متى يعتبر الحكم صادرا؟ ايه دي بقى المسألة اللي بتختلف فيها عن الحكم القضائي. قانون المرافعات قال لك ان الاحكام بتصدر في جلسة علنية ما لم ينص القانون على ايه؟ على غير ذلك. مسألة حول الشخصية الدقيقة المتعلقة بالاسرار الزوجية والكلام ده. قال لك جلسة النطق بالحكم هو تاريخ صدور الايه؟ صدور الحكم. النهارده كم في الشهر؟ النهارده 2-3. الجلسة النهارده واحنا قاعدين. طلعت المحكمة وقالت حكمت المحكمة بكذا كذا كذا كذا. يبقى ما هو تاريخ صدور الحكم هنا؟ تاريخ صدور الحكم 2-3 اللي هو يبدأ ميعاد استئنافه من تاني ايه؟ من تاني يوم ميعاد الاستئناف. لكن تاريخ صدور الحكم هو كام؟ 2-3. التحكيم مش كده. التحكيم دلوقتي جلساته سريه، شركات بالملايين بل بالمليارات. لما اصدر الحكم في جلسه علنيه ممكن اهدد مركز الشركه اللي ممكن بعد كده يتحكم لها ببطلان الايه؟ حكم التحكيم اللي انت ما تقدرش تاخد امر تنفيذ بعد كده. فبالتالي جلسات التحكيم بتكون جلسات ايه؟ غير معلنه. جلسات غير ايه؟ معلنه. هم الدفاع اللي موجودين والخصوم وخلاص وهيئه التحكيم. امتى اقدر اقول ان الحكم صدر؟ دي بقى مساله مختلف فيها. قال لك جلسه النطق بالحكم
طبعا الرأي ده يعني ما خدش ايه؟ ما خدش يعني اهتمام كبير. قال لك من يوم توقيع هيئة التحكيم على الايه؟ على الحكم. انا النهارده معايا الحكم القضائي، حكم التحكيم، تمام؟ موجود معايا الحكم. هيئة التحكيم مشكلة من 3. ازاي اعرف ان الحكم صدر؟ لما اروح استلم حكم التحكيم وعليه توقيع الايه؟ 3. طب لو في توقيع مش موجود يبقى هنا الحكم لم يصدر. في رأي تاني قال لك لا، احنا نخلي تاريخ صدور حكم التحكيم من تاريخ إيداع الحكم للمحكمة المختصة. ما الحكم بيصدر، بتاخد انت الحكم وتروح توضعه في الايه؟ في المحكمة المختصة عشان تاخد امر ايه؟ امر تنفيذ. او الطرف التاني بيروح يقدم، انت بتروح تاخد طلب تنفيذ فبتودع الحكم، والطرف التاني بيرفع دعوة بطلان، فبننتظر امر التنفيذ لحين فوات معاد الايه؟ معاد 90 يوم. طب احدد 90 يوم ازاي؟ هل من تاريخ صدور الحكم ولا من تاريخ إيداع المحكمة المختصة للحصول على أمر التنفيذ؟ اختلف الايه؟ اختلفت الآراء. قال لك من حدد الأول تاريخ صدور الايه؟ صدور الحكم. هنا بنفرق ما بين فرضين. الفرض الأول، لو اتفق الأطراف في اتفاق التحكيم شرطا كان أم مشارطة على تحديد تاريخ النطق بالحكم، وقال كده في شرط التحكيم ان تاريخ النطق بالحكم هو تاريخ الايه؟ صدور الحكم، فبالتالي يبدا الميعاد من تاني ايه؟ من تاني يوم، او من تاريخ الاعلان للطرف اللي ما حضرش حسب ما بنص القانون. طيب اذا لم يتفق الاطراف على تحديد تاريخ صدور حكم التحكيم، فالراي الراجح والماخوذ به والذي اخذ به المحاكم المصريه هو من تاريخ توقيع المحكمين على الايه؟ على الحكم. وليس، لان انا هقول لك على حاجه، احنا 3، محكم مضى والتاني ايه؟ مضى، والتالت قال لك انا مسافر اسبوع ولا حاجه وراجع ومات. مساله الراجل توفى قبل ما يمضي على مين؟ احنا عندنا في القضاء العادي لو احد القضاة اللي بيتولوا نظر الدعوة مات قبل المداولة وقبل اصدار الحكم والكلام ده كله، بتعمل ايه؟ بيبقى في قاضي تاني ونعيد المداولة علشان خاطر ايه؟ يشوف الورق ويقول رأيه، وتشكيل المحكمة يبقى صحيح ولا كانوا باطل. طب في التحكيم هنعمل ايه؟ برضو نفس الكلام، عشان نضمن ضمانة ايه؟ ضمانة التقاضي ان المحكم اللي نظر الإجراءات والدفوع كان مشتركا في المداولة. طب أنا أعرف منين؟ ما هي هيئة التحكيم بتعقد جلساتها وقد لا أحضر جلساتها، أعرفه منين؟ من التوقيع. في رأي بقى آخر قال لك والله إن أنا لو تعثر الحصول على التوقيع نرجع لمحاضر الإيه؟ لمحاضر الجلسات. ده في رأي كمان جميل جدا في المسألة دي، قال لك محضر الجلسات اللي هيضمني إن المحكم حضر المداولة بتوقيع اللي موجود في محضر الايه؟ الجلسات. ولكن ما تأخذ به المحاكم هو توقيع الايه؟ هو التوقيع على الحكم، لان المسألة دي مسألة خطيرة. انا اضمن من ايه؟ ان هو يكون وقع على الحكم الا اذا شفت التوقيع ايه؟ قدام. فتحديد تاريخ صدور حكم التحكيم واحد. نيجي بقى للمسألة، السؤال بتاعك امتى يحوز الحجية؟ من وقت صدور حكم الايه؟ التحكيم، اللي هو امتى؟ اللي هو توقيع المحكمين هيئة التحكيم. لو محامي، لو محكم واحد ما فيهاش مشكلة، هيبقى هو توقيع واحد. طب لو 3 لازم 3 ايه؟ 3 توقيعات، والمحضر الجلسة والمداولة وبايه؟ وبتاخد الورق ده كله وبتروح المحكمة المختصة، تمام؟ لو حكم أجنبي بتروح محكمة الاستئناف على طول، لو حكم وطني أو داخلي بيبقى على حسب المحكمة المختصة طبقا للإيه؟ لقيمة النزاع وموضوعه. بتودع كف، بتودع أول حاجة، شوف بتودع حكم التحكيم، شوف خليك معايا كده، بتودع حكم الإيه؟ حكم التحكيم واتفاق التحكيم. خلي بالك اتفاق التحكيم قبل ايه؟ قبل حكم التحكيم نفسه، لان القاضي اللي بينظر اللي هيديك امر التنفيذ هيعمل ايه؟ هينظر الى اتفاق التحكيم وهيبحثه. طيب لو كان حكم اجنبي وجالك اتفاق التحكيم باللغه الانجليزيه او الفرنسيه او اللغه الهنديه او اللغه كذا،
تستعين في وزارة العدل وبيجيب لك اتفاق تحكيم مترجم، مترجم من جهة معتمدة. يعني افترض ان هو باللغة البلغارية مثلا على سبيل المثال، هل يفترض في القاضي ان هو يعرف كافة اللغات دي؟ ما ينفعش. فانت بتجيب بتقدم اتفاق التحكيم الوثيقة الاصلية ووثيقة مترجمة من جهة معتمدة من الجهات المصرية، وغالبا بتبقى وزارة العدل. يعني غالبا بتبقى ايه؟ تبقى مكتب تابع لوزارة الايه؟ العدل، مع حكم التحكيم، مع كل الورق الخاص بتقدمه. القاضي بيبدأ يبحث بقى، هل ده مخالف للنظام العام ولا غير مخالف للنظام العام؟ هل صدر صحيحا؟ اتفاق التحكيم صحيحا؟ توفرت شروطه واركانه؟ انتج لاثاره؟ بعد كده يديك امر ايه؟ امر تنفيذ. بعد كده بتروح تاخد الصيغه الايه؟ التنفيذيه. طبعا كلنا عارفين ايه هي الصيغه التنفيذيه، لان الحكم القضائي الصادر من قضاء الدوله او من محاكمها ما بيحتاجش حاجه اسمها امر ايه؟ امر تنفيذ، لانه هو القاضي اساسا بيطبق القانون الايه؟ القانون المصري، وهو الجهه مش محتاج يبحث ايه؟ يديك امر تنفيذ. فبتروح تاخد صيغه تنفيذيه، وهي صيغه مطبوعه على الجهه المنوط بها، يعني ده تنفيذ الايه؟ تنفيذ الحكم. هي جهه كده، يعني هي ايه؟ هي اسطمبه كده موجوده بتاخدها بخدمه وتروح تنفذ الايه؟ تنفذ الحكم القضائي. حكم التحكيم بتاخد امر التنفيذ، ثم الصيغه الايه؟ التنفيذيه، وبتنفذ الحكم. خلي بالك اغلب احكام التحكيم بتبقى ما بين الشركات. يعني لو رحت للواقع العملي بتلاقي ان في ناس كتير بتنفذ الحكم طواعية واختيارا. احنا بنروح لهيئة التحكيم وبندفع الادعام مناصفة. يعني احنا عندنا مش الخسران هو اللي بيدفع، لان المحكم بياخد ادعام، بياخد جزء من الادعام مؤدب. فاحنا الاثنين بندفع ايه؟ مناصفة. وممكن تبقى من ضمن المسائل، خلي بالك، من ضمن المسائل المتفق عليها ومن ضمن المسائل اللي هيئة التحكيم تحكم فيها. يعني ادعام المحكم ممكن هيئة التحكيم هي اللي تحكم بيها وتاخد حكم لو انت ما رضيتش تدفع باقي الادعام. فعاده بيتم تنفيذ الاحكام طواعيه ما لم تكن بقى في منازعات، علاقات كثيره. يعني في شركات مثلا على سبيل المثال عقد، يعني شفت في شرط تحكيم في 13 طرف. ده التحكيم المتعدد الاطراف، خلي بالك، واثنين بس من الاطراف اتخانقوا مع بعض، اثنين من الايه؟ من الاطراف. طب واحد تالت عايز يدخل من ضمن اللي كانوا موجودين في العقد. فمسائل كتير جدا بتصار امام هيئه التحكيم، خاصه التحكيم متعدد الاطراف. احنا 4 5 اطراف، المالك البناء والمهندس والمقاول في مسائل البناء والمعمار والكلام ده كله، عقود شركات متداخله، الشركه الام وفروعها، ده بتبرم اتفاق تحكيم تلزم ده ولا ما تلزمش ده. فهي مسائل ايه؟ مسائل كتير جدا بتقدم امام هيئه التحكيم في صوره طلبات، في صوره ايه؟ طلبات. هيئه التحكيم بتفصل وبتدي التعويضات. هي الفكره بس ان في التحكيم الاجراءات بتبقى سريعه شويه. القانون نص ان واحنا ما اتفقناش على مده للتحكيم، القانون بيقول لك 12 شهر اللي هي يعني سنه، بعد كده جائز ان انت تمد المده لمده 6 شهور، يعني في خلال 18 شهر بتحصل على ايه؟ على حكم. الا اذا بقى حصل من الطرف الثاني، راح قدام القضاء، طلب تعيين محكم، تاخر شويه، الكلام ده كله بيتم ايه؟ اول ما بيبدا التحكيم اخرج بيبقى 1.5 سنة، فبتاخد حكم تحكيم وتعيش بقى في مرحله ايه؟ في مرحله تنفيذه، وبينفذ كالحكم القضائي، مفيش اي مشكله، لانه بيبقى حائز للحجيه. اتفضل. بالظبط. ما انا هقول لحضرتك بقى، المشرع في الماده 22 عمل ايه؟ قال لك اللي يفصل في المساله دي هيئه التحكيم. تمام؟ ما انت عندك دعوه البطلان وعندك امر التنفيذ، ده بنسميه رقابه الدوله على احكام التحكيم، اللي هو نطاق اختصاص قضاء الدوله بالمسائل التي يثيرها التحكيم. انا النهارده
علشان افعل التحكيم واديله قيمته واهميته بقول ان هيئه التحكيم تنظر في اختصاصها، يعني اللي هو مبدا الاختصاص بالاختصاص، تقول والله اتفاق التحكيم سليم ولا غير سليم، باطل ولا غير باطل، وهيئه التحكيم تتولى الامر كما اتفق الاطراف وتصدر حكمها. انت جاي لي كدوله عايزنا ننفذ لك الحكم، فين رقبتي انا كدوله؟ رقبتي كدوله ان انا اتاكد ان فيه اتفاق تحكيم مكتوب سواء كان شرط او مشرطه، فده مهمه القاضي اللي هيدي لك امر الايه التنفيذ، ومهمه القاضي اللي بينظر حكم التحكيم عن طريق دعوى البطلان اللي هي بنسميها محكمه البطلان. يبقى اذا يعني زي ما تقول ان الدوله او القانون المصري عمل ايه؟ لغى لك الطعن تماما على احكام التحكيم وخلاها على درجه واحده، بس دخل الدوله عن طريق مرفق العداله اللي هم القضاه برقابه مسائل التحكيم. ما هو انت النهارده لو انا مش هبحث اتفاق التحكيم ومدى صحته وبطلانه، طب ما انت هتجيب لي حكم من بره وجاي تنفذه في مصر نفذه كده وخلاص. لا لا، بتترك هذا الاختصاص لهيئه التحكيم. خلي بالك معظم دول العالم، معظم دول العالم ومعظم مراكز التحكيم ومؤسسات التحكيم اقرت مبدا الاختصاص بالاختصاص. القانون المصري في الماده 22 اقر بمبدا الاختصاص بالاختصاص، ان هيئه التحكيم تختص بالفصل في اختصاصها، ومش بس كده، واللي مبني على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او انتهائه. المحكمه في القانون في الماده 13 قال لك ايه؟ الماده 13 قالت لك ايه؟ الدفع بعدم القبول. المحكمه تحكم بعدم قبول الدعوه لوجود شرط التحكيم، وارجت مراجعه ذلك في مرحلة الايه؟ في مرحلة انت السؤال بتاعك جوهري من ناحية وبيأيده بعض الفقه، اللي هو فكرة ايه؟ طب انا لما امشي في التحكيم واروح واجي واعمل واخلي واسوي، تمام؟ طب ما انا اروح قدام المحكمة تحكم لي ان اتفاق التحكيم صحيح، عشان بعد كده ما اجيش في دعوة البطلان وتقول لي غير صحيح. ولكن هي المشكلة انت هتظهر فين بقى؟ هتظهر في ان انا بلغي هيئة التحكيم تماما. يبقى ليه احنا عملنا تحكيم؟ انا ممكن اقعد معاك قدام المحكمه سنه واثنين علشان تفصل لنا بس في ان التحكيم صحيح، اتفاق التحكيم صحيح ولا غير صحيح. امال انا كنت بعمل اتفاق تحكيم ليه؟ ما علشان هيئه التحكيم تفصل لي في المساله دي كانت 90-3. انت خدت بالك؟ لكن في تمام. لا وبتصدر حكم. في امر التنفيذ. لا وبتاكد من وجود اتفاق. خلي بالك الشرط اصلا. خلي بالك القاضي ما بيبحث بالدقه الشديده اللي انت متخيلها، هو بيتاكد بتاع امر التنفيذ بيتاكد من وجود ايه؟ وجود اتفاق التحكيم. اللي بيبحث بدقة هي محكمة البطلان. وخلي بالك مفيش حكم تحكيم بيصدر إلا لما ترفع ضده دعوة بطلان. يعني هات لي حكم واحد ما ترفعش ضده دعوة بطلان. نادرة لما يكون الأطراف متفقين وبينهم مصالح والدنيا ماشية والمكاسب اللي جاية أكتر، فأنا مش هقرفك في دعوة البطلان. ودي حالات نادرة جدا، بكلمك على تطبيقات قضائية وعملية موجودة، إن نادرا إذا وجدت طرف لم يطعن في حكم التحكيم بالبطلان اللي هو بيبحث فيه أصلا اتفاق الإيه؟ اتفاق التحكيم. لأن الحكم ده في النهاية بيبقى صادر من قضاء الدولة، فبالتالي يجوز الطعن عليه، فبيروح قدام محكمة تاني درجة. يعني أنا النهاردة لما أروح أرفع دعوة بطلان، برفع دعوة إيه؟ صدر حكم. هنا بقى خلاص أنا خرجت بره التحكيم وبتعامل مع حكم صادر بالبطلان أو عدم البطلان. حكم صادر من المحاكم المصرية، فبالتالي بشوف هل الحكم جائز الطعن فيه ولا غير جائز الطعن فيه؟ لو جائز الطعن فيه بطعن فيه بروح درجة تانية. أنت متخيل المراحل اللي بتمر بيها؟ بعد كده ممكن أوصل لمحكمة النقض. أمال الأحكام اللي صادرة في التحكيم محكمة النقض دي صادرة إزاي؟ ما أنا بتعامل مع الحكم، حكم التحكيم برفع ضده دعوة، الحكم الصادر في الدعوة يجوز استئنافه
لأنه حكم صادر من المحاكم المصرية، فبيخضع للقانون الايه؟ للقانون المصري، لأحكام الطعن عادي، مفيش أي مشاكل خالص. فدي بتاخد مدة. إذا لم يعترض الأطراف أصلا. ماشي. مش هيديك امر تنفيذ. بسيطه جدا. خلي بالك الموضوع ده يعني اقدر اقول لك معمول خصيصا عشان الاحجام الاجنبيه اللي بتنفذ في مصر. لان النهارده ممكن يبقى طرف مصري، انا بديك الحق في انك تتفق مع الطرف الاخر على اللي انت عايزه. اتفقنا بتطبيق قانون الاحكام، قانون الانجليزي او القانون الامريكي. اتفقنا ان هيئه التحكيم تبقى في الاي سي سي في امريكا، في مركز التحكيم التابع مثلا لاتفاقيه واشنطن، وصدر حكم. اتفقنا ان القانون واجب التطبيق الاجرائي الموضوعي القانون الامريكي، القانون البلجيكي. مصر ملاك، مصر كل علاقتها بالموضوع ان هو الحكم هيتنفذ فيها بس. انا بقى كقضاء اراقب الحكم ده ازاي؟ ما لازم اعمل لك امر تنفيذ، لازم اتاكد ان في اتفاق تحكيم، لازم اتاكد ان اللي كان في اتفاق التحكيم ده مش ناقص الاهليه، مش عديم الاهليه، لازم اتاكد ان كان في اتفاق صحيح ومنتج لاثاره، مش محكوم ببطلانه ولا يخالف النظام العام، وانه قد اعلن اعلانا صحيحا ومسلا ومارس حقه في الدفاع الجوهري. ما كل الحاجات دي لازم تبقى موجوده. انا كدوله بدي لك الحق ان انت تتفق مع الخصم بتاعك ومع الطرف الثاني ان انتوا تحلوا نزاعكم زي ما انتوا عايزين. عايز تحرمني كمان من فكري ان انا اراقب الحكم عند تنفيذه؟ لا، تبقى صعبه قوي يعني، تبقى صعبه. ايه؟ لا انت هو فرض سياده الدوله عليه. هو انا هوضح نرد عليه بس في الجزئيه دي. سياده الدوله فين؟ سياده الدوله في انها بتراقب احكام التحكيم عند ايه؟ عند تنفيذها. اول حاجه سياده الدوله بتظهر في حاجتين. المساله اللي انت جاي تنفذها عندي في الدوله دي على ارضي، هل متعلقه بالنظام العام ولا لا؟ هل انت تدخلت فيما لا يمكن التدخل فيه الا عن طريق الدوله؟ فالدوله عامله حاجات للافراد وحاجات للدوله المشرع. انت النهارده جايب لي حكم تدخلت في شيء لا يجب ان تتدخل فيه، فانا براقبك من الناحيه دي. من الناحيه الثانيه بحمي الطرف اللي انت جاي تنفذ عليه الايه؟ عليه الحكم. النهارده الطرف ده هل ابرم معاك اتفاق تحكيم بالفعل واتفاق مكتوب ولا ما ابرمش الاتفاق؟ لكن ما بتدخلش في فكرة تقديرك للحكم. ان شاء الله تحكم عليه مثلا بمليار، 2 مليار، 10 مليار، انا ماليش فيه. انا ليا ان في اتفاق تحكيم وان الموضوع ده غير مخالف للنظام الايه؟ للنظام العام والاداء. انت ما دخلتش في مسألة احوال شخصية، ما في مسألة لا يجوز الصلح فيها ولا ما فيش تحايل في المسألة دي. هتتحايل ازاي؟ انت بتروح للقاضي، القاضي بيراجع الاتفاق والحكم وكل شيء، يديك امر تنفيذ ما يديكش امر تنفيذ. لا، هو الناس بتلجا للتحكيم عشان سرعه الاجراء، لان هم اللي بيتفقوا. انا النهارده ممكن اتفق معاك على ان التحكيم يتم فض النزاع في 6 شهور. انت خدت بالك الـ 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 العقبات بتيجي فين بقى؟ في اتفاق التحكيم نفسه. احنا لم نتفق على تحديد هيئه التحكيم، فقعدنا نتنازع علشان نشكل هيئه التحكيم. انت خدت بالك ما حددناش موضوع النزاع بدقه، فقعدنا نتخانق مع بعض عشان نحدد موضوع الايه؟ موضوع النزاع. لم نحدد القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم، فنقعد نتخانق مع بعض. انت خدت بالك؟ يبقى التعطيل فين؟ في عدم تحديد كافه المسائل التي يجب ان تكون محلا للمنازعه، سواء من الناحية الإجرائية أو من الناحية الموضوعية. هي الإشكالية بتيجي في الحتة دي. أما مسائل القضاء، إن القضاء يفصل فيها ولا هيئة التحكيم، القانون تدخل بحسمها وما زالت. يعني خلي بالك في بعض المسائل المشرع لم يحسمها، يعني في بعض المسائل المشرع لم يحسمها، زي استقلالية شرط التحكيم.
التحكيم. الحالة العكسية لو بطل اتفاق التحكيم، يعني مثلا على سبيل المثال أنا بيني وبينك عقد وفي شرط تحكيم واتحكم، المفروض لو أي منازعة هتحصل في العقد ده هنروح لمين؟ للتحكيم. شرط التحكيم اتحكم ببطلانه، يبقى العقد له لازمة ولا ملوش لازمة؟ معناها كنت هفض النزاع الناشئ فيه عن طريق الايه؟ التحكيم. مسألة زي دي مسألة لم يحسمها مشرع مصر. القانون الفرنسي حسمها، المادة 1144 في القانون الفرنسي حسم المسألة دي وقال لك ايه؟ قال لك والله لو اتحكم ببطلان الشرط يبقى العقد ايه؟ صحيح. والحالة العكسية لو اتحكم ببطلان العقد يبقى الشرط ايه؟ صحيح. احنا حسمنا الحالة الأولى والحالة الثانية لم نحسمها فخدناها بالقياس، فأصبحت المحاكم بتطبق هذا الايه؟ هذا المبدأ. يعني في بعض المسائل المشرع المصري يعني يجب ان هو يتدخل عشان يحسمها، لان القضاء بيجتهد اجتهاد كبير جدا. خلي بالك انت في اتفاق التحكيم بتلعب على الالفاظ، من الاخر انت بتلعب على صياغه الالفاظ. عشان كده لما تيجي تعمل اتفاق تحكيم معلش اتعب شويه، ابحث البنود كويس، هات واحد بتاع لغه عربيه يراجع لك الايه؟ يراجع لك الشرط. انا قسما بالله في احد الشروط كنت بكتب ما متعلق يعني تلكيكه ما متعلق بالنقطه والفاصله، امتى تحط الفاصله فتبقى الجمل متصله فبالتالي تفسر تفسير واحد، وامتى تحط النقطه فتفسر كل جمله على ايه؟ على حده ما لم تقبل التجزئه. بترجع لقواعد اللغه العربيه في النقطه والفاصله. كان من ضمن الدفوع المقدمه في تفسير بند التحكيم اللي في العقد وضع النقاط والفصلات، هل هو كتبها في فقرتين وكل فقرة بعدها نقطة، الفقرة اللي كان عليها الخلاف الفقرة الثانية حوالي 4-5 سطور ما فيهمش نقطة واحدة كلها ايه؟ فصلات. فبالتالي لما تيجي تفسر البند ده تبقى لقواعد اللغة العربية لازم تفسرها مكتملة، ولا تيجي في بالك ولا تخطر على ذهن اي حد خالص اللي ممكن يهتم بفكرة انه يحط نقطة ولا فصلة. والناس بتبرم العقد، ولكن انت قدامك قضية وشغال عليها بتفنتها، لا يعني مش عايز اقولك بتستعبط في كل حاجة، لا انت بتتلكك لكل جملة حتى ما يتعلق بالنقاط والفصلات.